السلام عليكم. عن نفسي أعشق شيئا يسمى التبولة والفتوش، هل تعرفونه؟ لا يخلو البيت العربي من البقدونس، فمن منا يستغني عن هذه الأكلات اللذيذة التبولة والفتوش التي تعتمد في جزء أساسي من مكوناتها على البقدونس. العرق الأخضر له فوائد كثيرة، يجب علينا أن نستحضرها أيها الأصدقاء، لذلك ابقوا معنا. وإذا كنت مشاهد جديد، ما رأيك أن تنضم إلى أسرتنا؟ نتشرف بك. مرة ثانية، لا يخلو البيت العربي من البقدونس، وقد يكون انتشار البقدونس في كافة أنحاء العالم ورخص ثمنه وسهولة زراعته عوامل جعلته متوفرا بسهولة. فلنتابع معا في هذا الفيديو كيف استخدم القدماء البقدونس في علاج الكثير من الأمراض. فوائد مغلي البقدونس على الريق، إنه شيء مذهل يحدث داخل أجسادنا. ما الذي يحتوي عليه البقدونس ويجعل منه في صدارة النباتات التي تعالج الكثير من الأمراض؟ البقدونس ودوره من التخلص في الحصوات التي تجلب لنا ذلك الألم القاسي، هذا وغيره سنتابعه في هذا الفيديو، لذلك ابق معنا إلى النهاية. نبتة البقدونس يقدر عمرها بأكثر من 2000 سنة، كانت تستخدم منذ سنوات كدواء، وذلك قبل استخدامها كمادة مضافة للغذاء. فاليونانيون القدماء مثلا عزوا إليها قدرات خارقة في تعزيز الصحة وتقوية الرياضيين. وفي روما أيضا كان البقدونس يعتبر ترياقا ذو مفعول سحري ضد السكري. ومع الوقت اكتشفوا في المطابخ المتوسطية مساهمة البقدونس في إثراء الطعم والنكهة، حيث استخدم البقدونس كطعام وبهار ودواء، وقد صمد بنجاح إلى أن وصل للمطبخ الحديث. نحن متفقون أن الخضروات تحتوي على عناصر غذائية مهمة مثل الكالسيوم والحديد وفيتامينات مهمة تساعد في الوقاية وعلاج الكثير من الأمراض، سواء بتناولها على هيئة مشروب أو ضمن وجبات الطعام، مثل مشروب الكزبرة بالبقدونس الذي سنكشف في هذا الفيديو عن فوائده المذهلة التي لا تصدق والتي أثبتها العلم الحديث بشكل دقيق. عموماً دعونا نبدأ بفائدة شرب كوب من مغلي البقدونس على الريق. ينصح أخصائيو الحمية الغذائية بشرب كوب من مغلي البقدونس على الريق للتخلص من الوزن الزائد. ويتساءل الكثير من الأشخاص، هل له بالفعل فوائد في إنقاص الوزن؟ بالطبع نعم، فالبقدونس المغلي يوجد به الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم وللوقاية من الأمراض المختلفة. ويستخدم مغلي البقدونس لإنقاص الوزن وللوقاية من الأمراض التي يجلبها لنا الوزن الزائد. هل تعرف ما الذي يحتويه البقدونس؟ فلنعرف سويا، يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية لاحتوائه على ألياف غذائية عالية، ويوجد به المعادن الرئيسية التي تحتاجها أنت، الحديد، البوتاسيوم، الفوسفور، المنغنيز. يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات مثل فيتامين جيم وفيتامين ألف وفيتامين كاف وفيتامين ياء، كما يحتوي على فيتامين باء المركب المهم لصحة الجسم ولصحة المرأة الحامل، وتوجد به نسبة عالية من البروتينات المهمة لتكوين الأنسجة. صدق أو لا تصدق، البقدونس علاج سحري يهاجم الخلايا السرطانية، بل إنه يمنع تكونها. الوقاية من السرطان من خلال تناول مغلي البقدونس على الريق، حيث يساعد على التخلص من انقسام الخلية والتأكسد الذي يسببه الملوثات مثل الأطعمة الفاسدة، مما يقي من الإصابة بالسرطان، خصوصا سرطان عنق الرحم عند النساء وسرطان القولون عند الرجال والنساء، لأنه يحتوي على كمية من البروتينات التي تساعد على علاج تلف الخلية بعد العلاج الكيميائي. كما أن البقدونس مفيد للجهاز الهضمي، حيث أنه يساعد على تسهيل حركة الطعام داخل الأمعاء، هذا لأن البقدونس يحتوي على كمية عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على زيادة التمثيل الغذائي في الجسم،
ويساعد في الوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإمساك وانتفاخات البطن. لا شك أنك تريد جهاز مناعة قوي وصحة جيدة، إذن عليك بالبقدونس، حيث يحتوي على نسبة عالية من فيتامين جيم الذي يمنحك فرصة الحصول على جهاز مناعي قوي، وهذا الفيتامين ينتج مواد مضادة للأكسدة مما يعزز من صحة الجهاز المناعي في الجسم ويساعد على محاربة الأمراض. أتدرون؟ من الصعب جدا أن يتعرض الواحد منا إلى التهابات في المسالك البولية، إنه شعور قاسي ومؤلم. يهرب كل من يعاني من هذا الألم إلى الطبيب فورا، ولكن بإمكانك من اليوم أن تتخلص من التهابات المسالك البولية عن طريق وصفة علاج طبيعي إلى جانب تناول الأدوية. لن تجد أفضل من شرب مغلي البقدونس على الريق للتخلص من احتباس الماء في الجسم وتنظيف الكلى والمسالك البولية. الكثير منا ينزعج من آلام الأسنان. في المرة القادمة التي تشعر فيها بألم، تناول مغلي البقدونس، فهذا يساعد على تقوية الأسنان ويحميها من الإصابة بالتسوس، وهذا لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين كاف الذي يساعد على تغذية الأسنان واللثة بفلوريد الكالسيوم المفيد لصحة الأسنان. ليس هذا فحسب، تقوية المفاصل، يحتوي مغلي البقدونس على نسبة عالية من فيتامين جيم المفيد في علاج التهاب المفاصل، كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم الذي يساعد على تقوية العظام عموما. يا لها من فوائد جمة، ولذلك الوصية ألا نحرم أنفسنا من هذا المشروب الرائع. هل شعرت بأي ألم في الجهة اليمنى أو اليسرى من البطن واكتشفت أنك تعاني من مغص كلوي؟ إنه ألم فظيع، ولكن إذا كنت تريد أن تحمي نفسك من هذا الألم الفظيع للغاية، فعليك أن تضيف المغلي البقدونس إلى نظامك الغذائي، وهذا يعمل كمطهر عام للكلى والمثانة، فمدرات البول تساعد الجسم على القضاء بسرعة أكبر على السموم الزائدة والدهون والأملاح والمياه، مما يقلل من الضغط على الكلى، مما يقلل من حدوث التهابات المثانة وحصوات الكلى. من جانب آخر، يحاول الكثير منا أن يتخلص من السمنة الزائدة ومن الكرش بشتى الوسائل. دعونا نخبرك أن من أنجع وأنجح الوسائل لإنقاص الوزن شرب مغلي البقدونس على الريق وعند اتباع حمية غذائية، حيث يعمل مغلي البقدونس على زيادة حرق الدهون في الجسم ويعمل على حرق السعرات الحرارية الموجودة. لهذا احرص على تناول كوب من مغلي البقدونس يوميا فور الاستيقاظ من النوم، حيث يحتوي على كمية من الكربوهيدرات التي تساعد على حرق الدهون ويمد جسمك بالطاقة اللازمة. للذين يتبعون الحمية الغذائية لمنع الإصابة بحالات الإغماء والإرهاق البدني، أعرف أننا أطلنا قليلا، لكننا نريد أن نقدم المعلومة كاملة. فوائد مغلي البقدونس لك سيدتي الحامل: يحتوي على العديد من الفوائد لك خصيصا، ويحتوي على نسبة عالية من فيتامين ب الذي يتحول في جسمك إلى حمض الفوليك المهم لتغذية الجنين وتكوين الحمض الوراثي فيه، مما يمنع من تشوهات الأجنة، كما أنه يزيد من القدرات الذهنية للجنين. رغم هذه الفوائد، لكنه من المشروبات التي يجب أن تكوني حذرة في التعامل معه. عليك أن تمتنعي عن شربه بكثرة خلال الشهور الأولى من الحمل، لأنه قد يسبب الكثير من الأضرار. كل هذه المعلومات عن فوائد مغلي البقدونس، لكن هل نعرف ما هي الطريقة الصحيحة والسليمة لتحضير ماء البقدونس؟ هيا بنا إلى معرفة هذه الطريقة العلمية التي تساعدك على استخلاص فوائد ماء البقدونس بشكل كامل، وهي كالتالي: قم بوضع عدد من أوراق البقدونس في كوب، ضع على الورق ماء مغلي، قم بتغطية الكوب بغطاء واتركه لمدة 10 دقائق، تناوله وهو دافئا، أي بين أن يكون ساخنا وباردا. من الأفضل عدم تناول أكثر من كوب شاي البقدونس يوميا، مع عدم إضافة سكر للتحلية.
ولكن يا صديقي يجب أن تنتبه إلى نقطة مهمة، ولهذا نقدم لك نصائح لتحصيل أفضل فوائد البقدونس. قبل إقبالك على شرائه، تناول البقدونس وتذكر جيداً أنه يجب أن يكون عالي الجودة، ويجب شراؤه طازجاً، أي الأوراق الخضراء مع عدم وجود علامات جفاف وتلاشي للون. يجب أن تتم عمليات الشطف والتجفيف والتقطيع في وقت قريب من تناول الطعام لمنع تسرب الفيتامينات. في حال رغبتك بدمج البقدونس في الطبخة، يجب أن يضاف في نهاية عملية الطهي للحفاظ على النكهة والجودة الغذائية. لكن لحظة من فضلكم، تحملونا قليلاً، لمن يتناولون بعض الأدوية؟ هناك تفاعلات دوائية مع البقدونس، كن حذراً من هذه التفاعلات. الكومادين، حيث يؤخذ الكومادين من أجل منع تخثر الدم، والكميات الكبيرة من أوراق البقدونس يمكن أن تزيد من تجلط الدم، وبالتالي قد يقلل من فعالية الدواء. أدوية مدرة للبول، يعمل البقدونس على جعل الجسم يفقد الماء، لذلك أخذ البقدونس جنبا إلى جنب مع حبوب الماء المدرة للبول يجعل الجسم يفقد الكثير من الماء، وبالتالي الشعور بالدوار والضغط. الأسبرين، بعض الناس يكون لديهم حساسية من البقدونس، وقد يتسبب الأسبرين في زيادة هذه الحساسية، لذلك لا يفضل تناولهما معا. وسنختم أخيرا بموانع شرب مغلي البقدونس. هناك بعض الأشخاص ممنوعون من شرب مغلي البقدونس، وهم الحامل في الشهور الأولى. رغم ما يقدمه مغلي البقدونس من فوائد للحامل، إلا أنها ممنوعة من تناوله في بداية الحمل، ولكم أن تتخيلوا أنه قد يسبب الإجهاض. ثانياً، المرضعات، ليس على المرضعات تناوله لأنه يسبب تجفيف اللبن في الثديين. ودعونا نختم هذا الفيديو بهذه الوصفة الرائعة لأقصى استفادة من البقدونس، حيث أن الكزبرة والبقدونس عند خلطهما تمدان الجسم بفوائد صحية مذهلة، منها منع تراكم الدهون في الأنسجة، ومنع تشكيل حصوات الكلى، وتحسين عملية الهضم، وتحسين عمل الكبد وإدرار البول، وعلاج الإسهال ومشاكل الجهاز الهضمي. ماذا نقول في حقك أيها البقدونس؟ لا تحرموا أنفسكم فرصة الحصول على صحة وفيرة مع البقدونس الأخضر الطازج. شكرا لكم على صبركم معنا ومتابعتنا إلى النهاية. نتمنى أن أفدناكم في هذا الفيديو. مرة جديدة نجدد دعوتنا لاشتراككم معنا في القناة، والوعد أن نكون الأفضل وأن نقدم لكم كل ما هو مفيد. شارك هذا الفيديو لتعم الفائدة، وأجرنا وأجركم على الله. إلى اللقاء.